لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. القبض على 3 عملاء من مطار قرطاج سرقوا مصوغات أنصاف اليحياوي. تمكنت الشرطة العدلية لأمن مطار تونس قرطاج يوم 12 أكتوبر 2016 من القبض على 3 أشخاص من عملة الخدمات الأرضية للمطار مورطين في سرقة مصوغات من حقيبة سفر على ملك الإعلامية في التلفاز الوطنية أنصاف اليحياوي. وبحسب إذاعة موزمبيق، اعترف أحد الموقفين بارتكابهم جريمة السرقة محاولة بيعها للتجار مصوغ بالعاصمة. تم إحالتهم على النيابة العمومية. كانت الإعلامية بالتلفاز الوطني أنصاف اليحياوي قالت يومها يوم 26 سبتمبر إنها تعرضت إلى السرقة على رحلة خطوط الجوية التونسية كانت باتجاه مدينة قرنابول الفرنسية. وأكدت أنصاف اليحياوي إنها تمت سرقة مجوهراتها التي كانت تحتفظ بها في حقيبتها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.